هذه الجولة الصحفية الجديدة وأبرز ما طلعتنا به الصحف الصادرة صباح اليوم من عناوين ومقالات. نبدأ معكم بالصحافة المحلية، حيث سيطر تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الوزارة الجديدة على العناوين الرئيسية للصحف، والتي تسابقت في الكشف عن أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، حيث جاءت عناوين صحيفة اليوم السابع: الأمن أولا في حكومة محلب، أنباء عن تغيير 12 وزيرا، رئيس الوزراء بعد تكليفه، الأمن والاستقرار والاستثمار على رأس الأولويات، الوزارة السيادية يحددها الرئيس، مصادر لليوم السابع: وزراء الصحة والقوى العاملة والتضامن والثقافة والكهرباء والري أهم المستبعدين، المشاورات تتواصل، وأنباء عن دمج وزارتي الرياضة والشباب. استمرار الإضرابات الفئوية رصدته صحيفة الأهرام في عناوينها: الإضرابات تتواصل رغم استقالة الحكومة، احتجاجات وهيئة النقل العام تدخل يوم الرابع بخسائر 2.4 مليون جنيه، محافظة القاهرة تدفع ب 1200 ميني باص تعمل 20 ساعة لاحتواء الأزمة. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن الإضرابات والاحتجاجات العمالية قد أطاحت بحكومة الببلاوي، إلا أن تلك الإضرابات لا زالت تتواصل بعد أن دخلت يومها الرابع للسائقين بالنقل العام وامتدت بين الأطباء حتى اليوم، بينما قامت فئة عمالية أخرى باحتجاجات غير مبالين باستقالة الحكومة. الاستعداد للانتخابات الرئاسية كان في صدارة عناوين صحيفة الشروق، والتي نقرأ منها: مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون الرئاسة ويحسم اليوم تحصين العليا. المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة يؤكد للشروق إرسال مذكرة مبدئية لمستشار الرئيس الدستوري والمشروع النهائي غدا ومعظم الملاحظات على الصياغة. مصادر للصحيفة: التشريع يناقش مع مستشار الرئيس علي عوض صالح المادة 35 والخاصة باستمرار مرشح واحد في السباق بعد تنازل باقي المرشحين. حدث مقتل 7 مصريين في مدينة بنغازي الليبية تصدر أيضا عناوين صحف اليوم، حيث نقرأ من الأخبار: نجعم خمار يتشح بالسواد بعد اغتيال المصريين 7 بليبيا، ضحايا الجريمة الغامضة من أسرة واحدة، والجنازة اليوم بمطرمية سوهاج، سفير ليبيا بالقاهرة يؤكد الجناة سيدفعون الثمن، والحكومة الليبية تدين الحادثة وتصفه بالعمل الإجرامي. حدث جديد للمصريين في ليبيا: احتجاز 25 سيارة نقل وسائقيهم بليبيا. طغى تشكيل الحكومة الجديدة على مقالات الرأي في الصحف الصادرة صباح اليوم، ومنها مقال الإعلامي عماد الدين أديب بصحيفة الوطن، والذي رصد فيه حالة الاستهلاك لأسماء المرشحين للوزارات منذ ثورة 25 من يناير خلال 9 حكومات مر بها أكثر من 160 وزيرا وترشح فيها أكثر من 500 اسم، مما يعكس صعوبة اختيار الوزراء الجدد. وتحت عنوان مفرمة الحكومات قال المقال: أصبحت مسألة ماكينة الحكومة التي تلتهم مرشحيها في مصر مسألة خطيرة وباعثة على القلق، خاصة مع إهجام الكثير من ذوي الكفاءات عن المشاركة في حكومات قصيرة العمر ذات وضع انتقالي في زمن مضطرب، وفي ظل حالة ثورية شرسة وإعلام لا يرحم وسقف مطالب اجتماعية شديد الطموح وباهظ التكلفة. من يطلب الآن من أي ضحية ذات كفاءة في مجالها أو مشهود لها بالنزاهة والرغبة الصادقة في خدمة الوطن يريد لها أن تلقي بنفسها في الملعب الروماني القديم لمواجهة الأسود التي لا ترحمه. لذلك من المؤكد أن رئيس الوزراء الجديد يعيش حيرة غير عادية هذه الأيام للبحث عن من يصلح بجدارة لتولي الحقائب الوزارية. ما ينتظره المواطن المصري من الحكومة الجديدة كان محور مقال الكاتب محمد سلماوي بصحيفة المصري اليوم، والذي رصد فيه انتظار الشعب طوال 3 سنوات بعد الثورة أن يجد بلاده قد بدأت طريق البناء، ليجد أن الأوضاع لم تتغير، ورغم كسر الشعب حاجز الخوف وتصدر المشهد السياسي ما زال الأداء الحكومي متخلفا عن توقعات الناس. ويقول الكاتب في مقاله: لم يكن أحد يتوقع بالطبع أن يتم حل المشاكل التي تراكمت على مدى العقود الأخيرة مع تشكيل أول حكومة بعد الثورة، ولكن أحدا لم يتوقع أيضا أن تتفاقم المشاكل على عندي قبل. لقد تفاقمت ظاهرة الاضطرابات ووصل الوضع الأمني إلى أبعاد غير مقبولة صارت تهدد مصداقية الدولة.
لذلك ينبغي أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة من هذا المنظور بحيث يحكم اختيار الوزراء الجدد مواجهة هذه المشاكل التي لم تنجح الوزارات السابقة منذ قيام الثورة في التعامل معها بالشكل السليم. الناس تترقب كي تعرف إن كانت الوزارة القادمة هي وزارة جديدة فعلاً أم إنها ضمن سلسلة وزارات تجيء وتذهب بينما أحوال الناس تزداد سوءاً. وإلى الصحف العربية، حيث احتلت الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى العناوين الرئيسية للصحف. ونقرأ من القدس العربي: بعد اقتراح في الكنيست لبسط السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي، القوات الإسرائيلية تقتحم الأقصى وتعتدي على المصلين. 42 برلمانيا أردنيا يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي. نقلت الصحيفة تصريحات خاصة لخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أكد فيها أن هناك أخطارا محدقة تهدد المسجد الأقصى الشريف في ظل مخططات قوات الاحتلال الإسرائيلية، مطالبا الشعوب العربية بالضغط على حكامها للتحرك لإنقاذ الحرم القدسي. تحت عنوان الغارات الإسرائيلية تحقق أهدافا سياسية واستراتيجية ودلالات مهمة، قالت صحيفة السياسة الكويتية إن إسرائيل حققت من غاراتها على المواقع العسكرية الهامة لحزب الله ثلاثة أهداف. الأول هو توجيه رسالة جديدة للنظام السوري وحزب الله بأنها تراقب عن كثب منطقة الحدود اللبنانية السورية. الهدف الثاني هو التدخل السلبي في الحرب السورية بين النظام مدعوم من حزب الله من جهة والمعارضة المسلحة من جهة ثانية. أما الهدف الثالث فهو بعيد المدى ويندرج في إطار تحقيق التفوق المعنوي والنفسي بالإضافة إلى العسكرية. صحيفة الشرق الأوسط اللندنية خصصت عناوينها الرئيسية للشأن المصري وكتبت في صدر صفحتها الأولى: محلب يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الثانية 30 من يونيو. رئيس الوزراء المصري الجديد يؤكد أن أولوياته ستكون دحر الإرهاب وعودة الأمن والأمان وتحسين المعيشة. وكشفت مصادر للصحيفة عن استعانة محلب بعشرة وزراء جدد على الأقل ودمج عدة وزارات. من جانبه أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة في حكومة الببلاوي للصحيفة أن الإخفاق الأكبر للحكومة المستقيلة هو فشلها في التواصل مع الرأي العام وشرح ما حققته من إنجازات. الأوضاع الأمنية المضطربة في العراق تصدرت عناوين صحيفة الخليج الإماراتية التي قالت تحت عنوان اشتباكات عنيفة ونزوح عشرات العائلات في الرمادي إن المواجهات العنيفة تصاعدت أمس في مدينة الرمادي مما تسبب في نزوح المزيد من العائلات العراقية في وقت شهدت فيه مدن بغداد وبيجي والموصل تفجيرات وهجمات خلفت العديد من القتلى والجرحى. وأشارت الصحيفة إلى أن مناطق متفرقة في أنحاء العراق تشهد تصاعدا في أعمال العنف منذ مطلع عام 2013 وتعد الأسوأ منذ المواجهات الطائفية المباشرة بين عامي 2000 والتي أوقعت آلاف القتلى. الأوضاع التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت في صدارة مقالات صحف اليوم، حيث رصدت صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها تدنيس إسرائيل للمسجد الأقصى والمحاولات المستميتة من قبل الاحتلال لفرض سيطرته عليه من خلال قوانين يدرسها الكنيست لرفع الولاية الأردنية ووضع اليد على المسجد الأقصى المبارك. لم تكن إسرائيل لتتجرأ يوما على تدنيس المقدسات بالشكل الذي نراه في أيامنا هذه، ذلك بالتزامن مع قوانين يدرسها الكنيست لوضع اليد على المسجد الأقصى المبارك، لولا أن البوصلة انحرفت عن القدس واتجهت إلى أماكن أخرى فضلا عن انشغال الفلسطينيين أنفسهم بخلافاتهم الداخلية وانقسامهم المميت. لذلك وحتى تعود البوصلة إلى وجهتها الصحيحة يجب على الفلسطينيين أولا أن يرتبوا بيتهم الداخلي ويسارعوا إلى إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام المقيت والتوحد في مواجهة الاحتلال ومخططاته وسياساته، وعندها يمكنهم المطالبة بجرأة بموقف موحد وداعم لهم على جبهتي المقاومة والتسوية. وتحت عنوان امتياز أوكرانيا على سوريا، نطالع من صحيفة القدس العربي مقالا يعقد مقارنة بين تعاطي الغرب مع أزماته الدبلوماسية والاجتهاد في إيجاد حلول سياسية لها ومع أزمات الدول العربية بتزكية الاقتتال والتلكؤ في إيجاد الحلول. ويقول المقال:
لم يكن سقوط عشرات القتلى في مواجهات الأيام الماضية في العاصمة الأوكرانية كييف ليمر مرور الكرام قبل أن يحرك العالم فجأة باتجاه التعجيل بإيجاد حل سياسي يحقن دماء الشعب الأوكراني ويسدل الستار على أسابيع من الاحتقان السياسي والشعبي الذي أخذ بعدا دوليا. هذا الحراك الغربي لإيجاد حل سلمي وسريع للأزمة الأوكرانية يفضح الوجه القبيح للغرب الذي لطالما كال بمكيالين كلما تعلق الأمر بدولة من الدول العربية. فمن الواضح أن أرواح الأبرياء في سوريا لا تعني للغرب أكثر من مجرد أرقام تتحرك على عداد الموت. نتحول إلى مقالات الرأي بالصحف العالمية ونبدأ من فاينانشال تايمز البريطانية والتي قالت في معرض متابعتها للأزمة الأوكرانية إصابة أحد أهم مساعدي الرئيس المخلوع يانوكوفيتش بطلق ناري تزيد المخاوف من إراقة المزيد من الدماء السياسي وانزلاق البلاد في دوامة من الفوضى بعد تعالي الأصوات المطالبة بتقسيم البلاد. أحداث العنف التي تشهدها أوكرانيا أدت إلى تأخير الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة. الحيلولة دون وقوع انهيار اقتصادي يهدد البلاد تعد أولى مهام الحكومة المرتقب الإعلان عنها غدا الخميس. الملف النووي الإيراني لا يزال يحظى باهتمام الصحف العالمية. صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية كشفت حصريا الكيفية التي تسلل بها فيروس ستاكسنت إلى منشأة نطنز نووية قبل 4 أعوام، وسلطت الصحيفة الضوء على أصروحة تم تقديمها أمس في اجتماع أمني بمدينة سان فرانسيسكو أفادوها أنه تم وضع هذا الفيروس الذي وصف بأنه أول أسلحة الحرب الإلكترونية في القرن 21 بإحدى شحنات أجهزة الكمبيوتر قبل وصولها إلى إيران. وتابعت الصحيفة أن النظرية الجديدة تدحض احتمالات وجود عملية تجسس أو اختراق للأجهزة بالمفاعل النووي الإيراني. رغم نفي رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان التسجيلات المنسوبة إليه حول إخفاء ملايين الدولارات بمنزله، إلا أن صحيفة الجارديان البريطانية قالت تسريب تسجيلات أردوغان دفع أحزاب المعارضة لمطالبته بالاستقالة، لا سيما أنها جاءت في أعقاب تفجير فضيحة الفساد قبل عدة أشهر. أردوغان بدوره يرفض تلك المزاعم ويعتبرها عملية ابتزاز ومؤامرة للإطاحة بحكمه المستمر منذ 11 عاما. رئيس وزراء تركيا يعترف في نفس الوقت بأن هاتفه تعرض لعملية تنصت قبل عدة أشهر في عملية وصفها بأنها الأكبر في تاريخ البلاد. الوقت بدأ ينفد لإتمام الصفقة الأمنية. تحذير شديد اللهجة وجهه الرئيس الأمريكي أوباما إلى نظيره الأفغاني كارزاي، ورصدته صحيفة USA Today الأمريكية والتي ذكرت أنه مع عدم وجود أي مؤشرات تلوح في الأفق على إتمام الصفقة الأمنية بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بنهاية العام الحالي، وجه أوباما تحذيرا صريحا في اتصال هاتفي أجراه مع كارزاي أكد فيه على ضرورة توفير الحصانة للقوات الأمريكية والتي ستبقى بأفغانستان بموجب قوانينها. البيت الأبيض يؤكد أن التوصل لاتفاق أمريكي أفغاني لا يزال ممكنا رغم مماطلة كارزاي. لا تزال الأزمة الأوكرانية تهيمن على مقالة الرأي بالصحف العالمية، فصحيفة الاندبندنت البريطانية في مقال لها دعت الأطراف الفاعلة في تلك الأزمة شرقا وغربا بالعمل معا وبناء جسور الثقة لإخراج أوكرانيا من محنتها بدلا من التناحر في بلد يكافح شبح الإفلاس والانقسام. وقالت ينبغي على أوروبا وأمريكا بناء جسور الثقة مع روسيا حول مستقبل أوكرانيا، لأن أي بديل آخر ليس في مصلحة القارة العجوز. كما لا ينبغي أن ننسى أن الأزمة الاقتصادية في البلاد هي التي حركت الشارع الأوكراني وطالبت بتنحية الرئيس يانكوفيتش الذي قبل مساعدة روسيا مفضلا إياها على الاتحاد الأوروبي. لقد شعر الغرب بأنه ربح الحرب الجيوسياسية بعد عزل الرئيس الأوكراني، ولكن ينبغي إدراك أنه بمجرد استقرار الوضع في أوكرانيا فعلى روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العمل معا لبناء جسور الثقة بين الشرق والغرب بدلا من معاملة البلاد وكأنها جائزة في حرب خاسرة. في مقال لها سلطت مجلة كومنتري الأمريكية الضوء على تغيير رأي الشعب الأمريكي بشكل كبير تجاه الرئيس باراك أوباما، مشيرة إلى أن آخر استطلاعات الرأي التي أجراها مركز جالوب كشف عن اعتقاد معظم الأمريكيين أن أوباما لا يحظى باحترام قادة العالم مثل ما يعتقد هو عن نفسه. وقالت الصحيفة
غالبية الأمريكيين كانوا واثقين من احترام قادة العالم لرئيسهم أوباما حتى عام 2011، لكن اليوم من الصعب تحديد أسباب تغير هذا الاعتقاد، فهناك الكثير من أوجه الفشل يمكن الاختيار من بينها، حيث يكمن الخطأ في فداحة وعدد الأخطاء التي ارتكبتها السياسة.